خلق جو ملائم ومريح لهذه الفئة الضعيفة. وحنا ما درنا والو، يعني بالعامية احنا طبقنا احكام الدستور هي المادة 72 التي تنص صراحة على اعطاء افضلية لهذه الفئة. باسمي الخاص وباسمي جميع الاشخاص ذوي الاعاقة على مستوى التلمسان، انه تم من هذه المبادرة الطيبة التي قامت بها محكمة التلمسان، وبالاخص السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة التلمسان، التي نعتبرها مبادرة طيبة. أتمنى أيضا أن تكون هذه المرافق في عدة مكاتب وفي عدة إدارات من إدارات الوطن الجزائري.